السلام عليكم ورحمة الله أخوت، بخير هانيا. ممكن تسلي هذه مخلطة فيها شي حبات ديال الصغير وفيها شي حبات ديال العزاري. المهم كاين دابا بحال هادو راه بياسات يعني كبار شوية، وكاين شي بياسات اللي صغار كنديرو جوج في واحد. بحال دابا هادي مثلا غنديرو جوج في واحد. الناس اللي معارفه جوج في واحد اللي يلاه بادية، دابا ملي تتكون دابا السلعة الزارية مثلا من 36 40 يعني كتمشي بياسة، واللي كتكون صغيرة ماشي مثلا بحال هادي مثلا طاي صغير كنديرو جوج بياسات كتحسب وحدة بحال هادي. يعني كنحاول نبسط لكم الامور، اما بالنسبه للناس اللي حريفيه راه عارفه شنو كاين. المهم باش تسمعوا جوج في واحد تعرفوا شنو كاين، ما كاينش بياسات صغار بزاف، ولكن اللي صغير بزاف راه كنديروا جوج في واحد. المهم الساعه نقيه كنحاولوا ما امكن نصفيوا الامور. بعض المرات كيكونوا فحال هادو، دابا بحال هادي فيها شي شويه ديال ليطاش، وكيما عندك ما دير حيت السلعه دابا الخوت مؤخرا ولات السلعه قليله بزاف، يعني تضطر تشريها وكضطر تبيعها. بالنسبه للحريفيه يعني ضروري تلقى شي شويه ديال ليطاش باش تكون واضح. ما اللي حريفي راه عارف هاد الامور، اما اللي يلاه بادي راه كتجي هاد الامور في شكل ما عارف. المهم انا اللي عليا راه كنقولو ليكم وصافي. السلعه نقيه شويه ديال ليطاش، ما عرفتش بياسات جوج ولا ثلاثة ولا أربعة تقلع فيهم ليطاش. دابا حيت كاين واحد الناس اللي كتكون بادية كتلقى مثلا شي بياسة فيها شي شويه ديال ليطاش، راه المستعمل الخوت راه ضروري تلقى شي بياسة فيها شي شويه، ولا خاصها كولا ولا خاصها شي حاجة. هادي راه مسألة واضحة، يعني خاصك ضروري الا ما كنتيش تبريكولي وعدي باني راه ما كاينش، الا لا بغيتي تاخذ الكريمه. الكريمه هي نقولوا السلعه كتكون مشيه واحد جوج مرات ثلاثه مرات، هذيك هي الكريمه. وكي كريمه او حتى تكون بشي اثمنه راه اثمنه طالعه بزاف. بغيتي سلعه نقيه زوينه ديال الخبز راه هي هادي، يعني بياسه مثلا تقدر تبيعها انت هي على 10 دراهم، ولكن بياسه راه تقدر تبيع على 50 درهم ديال الربح، فهمتي؟ يعني بياسه كطاكي على بياسه. نحاول نشرح لكم هذه الامور على بالنسبه للناس اللي بادي. اما الناس اللي عارفه بحال دابا هذه بياسه صغيره ها هي، وكرا كتلقى جوج في واحد، يعني جوج بياسات صغار تعطيونا وحده. يعني مثلا هذه فيها 160 حب، يعني الا خرجوك واحد 10 بياسات بعتيهم براس مالهم وبقات لك 150 بياسه ربح، راه ما كاينش كونسول، راه امبوسيبل تربح في السلعه 100%. ها باش تكون واضح ضروري تيكون شويه ديال الروتو وشويه ديال بحال دابا مثلا راه شحال من السلعه كناخذها وكتلقى فيها شويه ديال الروتو، تحاول ما امكن تبيعو براس مالو ولا طيح فيه شي شويه وتبيع هذوك البياسات اللي مزيانين يعوضوك بياسات اخرين وصافي. هذا اللي يقولك. المهم ما بغاش نطول عليكم دابا. هيا المهم كاين واحد 160 بياسه هيا اللي خاصها مرحبا. المهم مخلطه فيها شي حبات صغار، فيها شي حبات ديال العزاري. يلاه تبارك الله عليكم.